من برنامج كلام في السياسة. ضيفي هو الأستاذ المرابط والبناهي نائب في البرلمان عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، شكرا على الحضور وقبول الدعوة. طبعا شكرا. أستاذ سيد نائب، يعني اليوم يعني كل شيء حوله ما يمكن وصفه بأنه تمرد لشيوخ الأغلبية أو خروجهم على طاعة الحزب أو الحكومة أو الاثنين معا. كيف تقرأ أنت الموضوع؟ شكرا. أولا أنا قدر ماني ما أفهمكم، لأن كل شيء ينقال لك ينقال إلا عن موقف غرفة مجلس الشيوخ. بل ينقال عنها شيء، ينقال وقع عنها أشياء. أنا بدل نقول لكم رأيي فيها غير ملي أكثر قاعد اللي ينقال لأخر اللي ما هو عن غرفة مجلس الشيوخ، تشوفوا في الإعلام وفي الشارع عن موضوع التعديلات بصفة عامة. شوف نصل هي غير هو اللي عام وهو اللي ياسر مالي. صحيح، ناخذها واحدة واحدة. بالنسبة لمجلس الشيوخ أنا ماسي بن فهم الناس في الأغلبية لتصويت مجلس الشيوخ أنه غرفة مجلس الشيوخ عكس غرفة الجمعية الوطنية ما جبرت فيه الثلثين اللي تسمح بتمرير مشروع التعديلات الدستورية، شور المؤتمر البرلماني ولا شور الاستفتاء في ذيك الطريقة. غير يعني هذا ماني ماسي انه كنت قلت الناس كبرتوا عن قد ماني قايل انه مو مهم، مهم باللي دور غرفة برلمانية ومهم طبيعة الحال ومبوب عليه في القانون يلا يعدل يوخى عليهم. غير يعني ملي معهود ومألوف في الديمقراطيات كاملة اللي يطور منا وعرق وقدم وشرب واللي هم اللي كيف ان يعي واحده من غرف البرلمان لسبب او لاخر او لاسباب مجتمعه تصوت بطريقه ما هي راضيه الاغلبيه والله الجهه اللي يلت ما هي ماش مستجمه مع تقديم المشروع من طرف الجهه اللي تنتمى لها. غير هذا يخلق في الديمقراطيات في بعض البلدان يحاشى لين العلم به تتحاشى السلطة التنفيذية مبوب عليها مبوبين عليها الدساتير والقوانين ولاني ما قد يعود ينفهمهم بني قايل ان دور البرلمان ما هو مهم. ما نقدر نقولها به اللي دور البرلمان مهم قاع يسوى انا ماني فيه. دور البرلمان مهم ولا اللي حد منها قد يجي يقول دورها ما هو مهم، اذا ما نختار ينفهم ذاك الفهم. دور البرلمانات مهم غير ملي تحاشيا لبعض الاوضاع اللي تخلق في الديمقراطيات مبوب في القوانين وفي الدساتير على ان البرلمان مره لين يعدل مرد تقد تجاوز تقد تخطى ولا تعتبر لي كي نسمع هون في الاعلام عنق القانون وعنق الدستور ما هي حق ما هي لي له. ولا نعطيك امثله ولاني ما نختار المشاهد يفهم هون اني قايل ان احنا فرنسا ولا ان امريكا ولا ان تركيا غير هو المنطق انك تعدل لا شيء نص عليه نص والله قط وعدل في التجارب والله اخلاط من 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 اهم الديمقراطيات عند الناس اليوم في العالم كامل ديمقراطيه الولايات المتحده الامريكيه ومعدل مبدا دستورها قائم على توازن السلطات مع انه نظام رئاسي غير ملي فيه توازن بين السلطات. غرفتي البرلمان فيه الشيوخ والنواب اللي يقول لهم كونغرس يقدروا يعدلوا قانون ويصادقوا عليه ويعطلوا الرئيس عاطي هذا القانون مو مبوب عليه عنده حق الفيتو منصوص عليه في الدستور منصوص عليه وراه هو باطل من قد لعل الناس تشكل غريب المره السلطه التنفيذيه والله الاغلبيه والله الى عدلت شيء واعتبرت عليه غرفه والله غرفتين والله واحده منهم ما يلا تترك وتسكت ما هو حق. شوف في الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض هذا اللي قلت قط واستخدم 2500 مرة وراني بعد نختار نقول لك بأنه واستخدموا أول رئيس عندهم جورج واشنطن اللي مسمين عليه لكن ما هي وجه مقارنة حق لا نقول لك ذاك هو اللي جاي الوضع عندنا ذاك هو اللي جاي غير نختارك تسمح لي لأن نقول لك أن الديمقراطية القديمة في أمريكا مع جورج واشنطن المسمي عليه عاصمتهم اللي من رؤساهم عد مارس هذا الحق وهو حكم من 1789 إلى 1797
انا قديم. وان جورج دبليو بوش، جورج بوش الابن، عدلوه 12 مره عقب 2001. اسمع، وان باراك اوباما هذا اللي يمكن يسلم السلطه دارك انه مارسه مرتين. هاش دار نقول به؟ ماني دار نقول به الرئيس نحن هون عنده حق الفيتو، ولا دار نقول به الحكومه عندها حق، دار نقول به هذا فني وقانوني يفهموه الا القانونيين، وانا معني دستوري والناس نتكلم للمشاهدين ياسر منهم ما يعرف القانون ولا الدستور بصيغه فنيه. غير هاش دار نقول به، بعد نزيد بزيدوا بملاحظه اخرى في فرنسا، لان نقول لك علاقه اللي عندنا احنا شنو، وتفهم علاش نجيبه. فرنسا حكومه هولندا هذه مارست 5 مرات تطبيق ماده عندهم في القانون يقولها الماده 49 الفقره 3 منها، تسمح للسلطات التنفيذيه بانها تناقش قانون في مجلس الوزراء وتعبره بدون موافقه البرلمان. وتعي تعدلها صيغة مختلفة من بينها ومن أشيعها، أن الوزير الأول ولا الوزير اللي نجي يعرضه ما يعرض القانون نفسه، يعرض الثقة في الحكومة ولا حجبه. وبالتالي النواب اللي في الأغلبية ولا الشيوخ اللي في الأغلبية يتحاشى وحجب الثقة عن حكومة الأغلبية اللي هم منها، وبالتالي ما يناقش القانون ويطبق به ذيك الثقة. إذن ذاك القانون هذا عدلوه 5 مرات في حكومة هولندا. هذا لا نطول عليك بسامي القوانين والمجال اللي هما فيه باللي المشاهد ما عنده قايل ذاك ما فيه له غير علاقة بينا احنا شنو. هذا نقول به بان الدساتير كامله والقوانين في الدول اللي ديمقراطيه واللي بعد ما يقولون اكثر ديمقراطيه من احنا والله اقدم فيها، بانها تعدل من السياق في نظمها اللي قد تتعرقل مرده مقدمتها السلطه التنفيذيه ولا الاغلبيه عندها طريقه توخل بها. وبالتالي قد يعود المشرع عندنا احنا في الماده 38 اللي نصها هي لا سطره واحده ومعها كلمه. الماده 38 هذه لا سطره قصيره ومعها كلمه باقيه. شنو هي؟ المادة 38 يقول نصها بالعربية أن لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء حول أي قضية ذات أهمية وطنية. هذا هو تقول المادة 38. ظاهر لي التعديلات الدستورية، شوف هي المادة لا سطرة كي قلت لك بين القصر. نعم شفتها. من ذاك هذه القضية، قضية تعديل دستور البلد واستفتاء الشعب عليه، من ذاك هذه قضية مهمة، قضية ذات أهمية وطنية. كان المشرع عندنا احنا ما اختار يعدل بدل من يدير مادة صريحة كي دار أمريكا في المادة الأولى وكي دارت فرنسا في المادة 49، ما اختار باللي هاي التجارب يستفادوا منها الناس اللي عدلوا القوانين، اختار يدير مادة عامة غير مقيدة في 38، واختار اللي قيد اللي يعني مخصص يعني الطريقة لتوخى على البرلمان. وهو في ذيك الطريقه 99 و100 و101 ما دار عامل واحد مقيد لهي الماده 38 هما اللي عود نتص عليه. ايش لين نقول هنا؟ لين نقول هون اذا ان بالنسبه للبحث الفني القانوني هذا موجودين قانونيين كي تعرف قالوا الماده 38 صالحه لنا حالا عقب عرقله الطريقه الاولى اللي واخذ عن طريق الباب 11 اللي هو 99 و100 و101. اذا ها من ناحيه من ناحيه السياسيه ومن ناحيه المنطقيه أنا نبقي نفهم. هو اللي كنت أقول لك أنه يلا مدة تسبق فيه ما تسبق في تصويت الشيوخ، لتصويت الشيوخ حق عطيه القانون الغرف ويعدلوه وطبيعي وعادي ولا يعتبر اللي يحاول بعض الناس يفسروا به أنه اعتراض على الأغلبية ولا على النظام ولا على الحكومة، ما يفهم ذاك الفهم به اللي البرلماني مطلوب منه يصوت على المشروع. واضح. لكن أنتم هل كنتم تتوقعون هذا التصويت أنتم في الأغلبية بكل أمانة؟ لا، احنا في لا نقول لك احنا ياسر من الناس في الجمعية الوطنية ومرقبها، وكلنا عنده التفاصيل الدقيقة، كلنا عنده فيها معلومات قد تزيد وتنقص حسب انواع الرواقيج ومستوى المعلومات اللي عندهم. شخصيا زملائنا اجبر الجمعية الوطنية ما كنا متوقعين ان تنجبر 33 صوت ضد التعديلات الدستورية، ما كنا متوقعين. هل رأيت مثلا في هذا مثلا تقصير الجهات اللي كانت متولية الملف؟ لا، ذاك ما نقدر نقول ذاك شيء من الامور يقولوه الناس هون مبسط. جهات هي 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 منطقيا الأغلبية يا الله نوابها وشيوخها في أغلب الحالات بيدور ولا يصوتوا على اللي يجيب به اللي ذاك اللي خالق في علم الاجتماع يقولوا له الناس القاعدة
الشخصية القاعدية المشتركة بين أفراد المجتمع. تقريبا شخالك شكي في السياسة بين أفراد الحزب ولا الطائفة ولا التجمع السياسي، بغير من اللي يحصل إن بعض القوانين تقدمهم الحكومة ولا الأغلبية ولا ينزرق عليهم في واحدة من الغرف، ما هو رفض الأغلبية ولا هو رفض للحكومة ولا هو رفض للنظام، يغير لي أسباب شيء من يتعلق بالقانون يعني، وشي من يتعلق بالأفراد والخوض فيه، وتعدال منه مردة وتعدال منه مردة، ما هي صالحة ولا ما ظهر لأنه يتواسى ولا ظهر لأنه وارد. حد شخصيا يلمه ما يلموا قاع، يعتبر انه روايه عاديه كي تصويت الشيوخ عامله والله السنه الماضيه قانون البنوك، جاهم وطرحوا عليه تعديلات ولا اجازوه، جانا احنا وطرحوا فيه الشيوخ معدله للجنه مشتركه عقب ذاك وعقب انقفلت عنه الدوره ما تعدل، معناها انه روايه تخلق اني لا نقول لك ان الجمعيه الوطنيه ذو من اللي من الاغلبيه والله من حزب الاتحاد من الجمهوريه يختيروا، ذا ما يختيروه، ما خالق حد جايب مرده ما يختيرها توخا، غير من اللي ما خالق مرده تجي الغرفه برلمانيه ما مطروح الاحتمال انها تقد توخا وتقد ما توخا. رجوعا لسؤالك، العدد 33 انا ما كنت متوقعه، وزملائي من النواب ما هم متوقعين كانوا ذاك العدد، غير بعد طارحين بلد، لان فهم النواب نعرفون من المعارضه يقدوا يسرقوا والله قاع عليه يسرقوا ضده، وطارحين بلد هم اللي النواب الاغلبيه يقدر يجبر منهم احد يسرقوا ذاك لاسباب مختلفه، يا غير ما أنا طارحين بعد الحجم اللي كان من العدد، وقال الناس اللي روجيش اللي طلع منهم اللي حسب الناس مع عقبك كانوا قاعد متاكدين من العكس بحسب المعلومات، يا غير بعد انا ماني قابل ولا نختير للتعدال من هذا مرده فاجعه ومشكله، وروايه خلقت الاغلبيه ما قد خلقت، وروايه عظيمه والتعليق على الشيوخ وعلى المسلك ذاك ما هو صالح ولا ويا الله به اللي باط ما هو حق، هذا يخلق في جميع الديمقراطية. طيب الموضوع هناك ما صوروا مثلا على انها طعنته في الظهر بعبارة اسحاق الاستاذ اسحاق الكنتي في تدوينه كتبها، وهناك من وصف الموضوع بانه انتصار وبان هؤلاء يجب ان تخلد اسمائهم بحروف من ذهب بعبارة الرئيس السابق بين هذا وهذاك، كيف ترون انتم الصور؟ شوف الاخ محمد، انا قاعد ما نبقي قبال السمي الاشخاص في التعاليق على كلامهم، يا غير بعدها الشخصيات قلت شخصيات مهمه، مستشار رئيس الجمهوريه ورئيس سابق، هذه الشخصيه مهمه، يا غير هذا اللي قالوا انا ماني موافق عليه، ماني موافق المستشار اللي قال به اللي هو لو كان ما فهم احتمال ان ينزرق ضده ما يجاب قاع الغرف، معناها القانون مشروع قانون وقدم الغرفه اي غرفه السلطة التنفيذية بالنصوص وبالقوانين وبالعرف ترى ان تقد ديك الغرفة توجيزه وتقد تعرق له وتقد طرع عليه تعديل وتقد هذا شعاطيه القانون، ولا خلق السلطة ما تعرفه ولا خلق السلطة ما هي طرحها البلد، ولا تعتبره طعنة في الظهر، والأغلبية ما تقد تعتبره طعن، والجمعية الوطنية اللي زرقوا له ما يقد ينقال انهم هم العدل وشي زين وذوك الآخرين عدل وشي محاليها، ما هو طرح ما هو هو اللي ينقال في البرلمان ولا هو اللي ينقال في السلطة التنفيذية. وعلى كل نختارك انت قاعد يتعود اكثر اهتمامك بكلام الرئيس من كلام المستشار، والمستشار مهم، وقال السيد السميت ما عندي له مستشار عاد عندي انه عاد نائب امين الحكومه، غير بعد صور وتبتو في الدوله كلامه للدوله الحكومه عادة في كل وقت كي تعرف يا الله عود الله هم انه كلام الرئيس باللي يمثلهم كاملين هو المسؤول الاول سوف نصل لا ظالي انه ذيك الليله لقاه في الموضوع بانه هذا اللي يخلق في الاغلبيه يعني الاغلبيه اللي تسيره هي فيما بينها بالطريقه اللي رايه هي ما هي بالطريقه اللي هم الناس نمل عليها. الاخ الاخر السيد الرئيس السابق كي قلت شخصيه فعلا محترمه، وانا بعد ما نختار قاعد نجاوب كنت غير بعد اللي نقول لك هون وراجينها تعود موضوعيه وتعود هم اللي اني ماني قايل انه يكون قاع الشيوخ كاملين الله ينكتبوا ساميهم وينحفروا يسجلوا كبرلمانيين موريتانيين، لا ذو اللي زرقوا نعم ولا ذوك اللي زرقوا لا، به اللي يكونهم زرقوا لا ويكونهم زرقوا نعم ذي المره وحدها ما تغير نظرة تلقاش لهم كاملين، لا يتموا شيوخ ومحترمين ويلا يحترموا، ويلا عادوا البرلمانيين يسجلوا اسمائهم من ذهب يلا توسى لهم مو هي المعلومه، وانا بعد زين عندي غير كاع ظاهر لي انك دورت ما فقني ان السيد الرئيس انه برلماننا هذا ما يقعد زين من برلماننا 2005، برلماننا 2005 حل فيه الشيوخ والجمعيه الوطنيه وعطل الدستور اللي هو
اللي هو الرئيس السابق الدكتور ايه محمد فهم. ايه مش كي ايش قد تفهم لها حركاتي نعود في خالق ظرف نقد نلغي الجمعيه الوطنيه ومجلس الشيوخ ونعطل الدستور ونطري نظام اخر بقانون ثاني معدل ونعود في مره الى اللي تلاوا الناس يعدلوا الشيء اعطيه لهم الدستور اللي مصوت عليه الشعب بالتعديلات الدستوريه اللي وعدت والاستفتاء اللي شرفوا هو شخصيا عليه في تعديل التعديلات الدستوريه 2006 والتعديلات اللي طلعت عقب ذاك 2012 بهذا النص له هذا النص له يعطي رئيس الجمهوريه وثلث واحده من الغرفتين انه يقبل مبادره اقتراح تعديل الدستور ويعطي رئيس الجمهوريه في الماده 88 حق استشاره الشعب حول اي قضيه مهمه. من درايك انا كنت تقول بنحد مارس هذا الحق انه عدل شيخ خاص ونحد عرقل هذا الحق انه هو والعدل الشيخ صالح ويلا سمو يكتب بحروف من ذهب يلا يكتب كاع حروف من ذهب اللي شيوخ محترمين وجزء من البرلمان الموريتاني والسلطه التشريعيه محترمتهم ولا يعدل معاهم معناها التنفيذيه واحنا هم اللي جزء منهم يا غير هم اللي ما الا يعتبر روايه طبيعيه وعاديه النايب والله شيخ صوت على شي ابن عم والله صوت عليه بلا ما تقد تعود عاد شي خارق العاده وظاهر لي دور نقول لكم مع الاسف بعد لا بسبب سؤالك انت الجهات المعارضة كاملة بما فيها الشخصية الوطنية اللي سميته وجهة نظري ولاني من الناس اللي عندهم دور حد سومه التهجم على المعارضة ولا على الأغلبية ولا على حد هذا يغير معتبر أنهم اللي واحلين في ظهرك نلخصوا بأنهم هامهم يمنعوا لكل جهة دستورية حقها الكافل لها هذا الدستور ومع الاسف الغريب عندي اموري تاني باني نعرف في الدول الاخرى يعني تتهم السلطه التنفيذيه انها هي اللي حاكم الناس عن تقوم بدورها اللي عاطيها القانون بالفرص والله بالديكتاتوريه غير مع الاسف عندنا احنا هذا دورك الشهر الاثنين والله الثلاثه الثانيه والله قاع اكثر عاد الدور عند المعارضه هي الهامها ان الهيئات الدستوريه ما تخليهم الدستور ولا نعطيك مثال الاول منها هذا اللي كنت تقول هركاتي ان بعض الوقيش يقول بان الرئيس اذا اقترح من عاطيها له هون للدستور له بمواد اللي كنت نقرا على كذلك ينقالها خاسره. زين دور ما وافقني في احزاب المعارضه والجهات المعارضه من هذول الشخصيات اللي كنت تقول منها يقولوا ظرك ان لا الاستفتاء هو الماو الشرعي وان الماده 38 هي اللي تستخدم ان شرع الله الطريقه الدستور الاخرى اللي كانت واقعه على البرلمان لما لك ما وافقني انهم يقولوا ما حدها لا يتعدل يوم افتتاح الدورة وظاهروا قدام الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ما هامهم ان ذيك الطريقة الواخرة للبرلمان انها تعدل حق والله ما يها وتعرف انهم قالوا هون انهم قامعوا كذا ونخلك به اللي انا كنت حاضر ما مقابلين اذا هذا دليل هم كانوا يدوروا يعبروا بطريقة ديمقراطية ما هو تعبير موقفهم من موقفهم لان البرلمان يعني يجي ذاك المقترح انه يوافق عليه وكتبوها وقالوها وفيهم اللي قاع مشى رسائل في الاعلام انها نصيحه للنواب انهم ما يخونوا وطنهم، كان حد عدل ذاك النخام. وها تعرف انه ما هو صحيح، وتعرف ان الماده 99 عاطيتنا في الجمعيه الوطنيه وفي مجلس الشيوخ حق اللي جينا مبادره سوى جايبها ثلث واحده من غرف نويس جايبها الرئيس ان نناقشوها وان نتوافقوا عليها ونصوتوا عليها بنعم ولا نرفضوها. اعطيه لنا الدستور، هم تعرف انهم وقفوا ضده. وعادوا يعتبرون حد عدل انه خيانه. ودرت تشوف ظرك في شبكات التواصل الاجتماعي وواتساب وهذا بعض الوقت جاي يقول انه شاكر الشيوخ وماسي انه من النواب النادمين كانهم عدلوا شي محال هذا الموقف ما كنت نختار المعارضه عندنا يعود هو موقف به اللي ما تقدت لي تحكم باللي يقولوه له حد لا يحكم عن الناس انا جهه سواء كان الرئيس سواء كان البرلمان حق اعطيه له الدستور اللي انت يمارسه ما نقولني واقف ضده نقول ما زين عندي انه يعدل تنبقي يا غير ما نقدر نقول اني واقف ضده به اللي نعود واقف ضد ام القوانين اللي هو الدستور واللي نقولها ما تلي قديم فهم عقب نبين عريه للدستور. هما راك يقول لك الاستفتاء انه ليل عمق الدستور انا ما نعرف مرد لي صوت عليها الشعب تقول تعود ليل عمق لا الدستور. هي المعارضه اصلا تعترض على مخرجات الحوار وتعترض على الحوار نفسه شكلا ومضمونا. لا خالقين مسالتين يلا الناس تميزوا منهم. خالشين قالوا الحوار وخالشين قالوا دور وعمل الهيئات الدستوريه. معناها اقتراح تعديل دستوري من مهام الرئيس ومن مهام البرلمان هذا قد ما يعدل عليه اي حوار ولا مشروط في حوار الدستور طيب به الاستفتاء قالها في الماده 8 والطرق الاخرى اللي
99 و100 ولا شرط فيها حوار وله خالق يا غير الحوار كمبدا مساله مفيده ومعلومه. ولا بقى رئيس موريتاني ولا بقى برلمان موريتاني واي جهه موريتانيه يتعدى الحوار لا معلومه ما لا زايد خير. هذا بعد التعديلات ترك الناس اللي تتعدل عليهم حوار دعات الناس كامل شيء منها فعلا ماشي ومهم يا غير جا منها شيء مهم ومولي جاوا جميع احزاب الاغلبيه ومهمين وجاوا احزاب المعارضه المحاوره واحزاب مهم وتوافقوا على شيء وذاك الشيء اللي توافقوا عليه هو اللي وجسد في هذه مبادره التعديل. وهي مبادره التعديل قلت لك قبل طريقين الاولى منهم ساق تتعرقل بشهاده بعض الاطراف يقولوا ضدها ويقولها خاسره ولا تواسى ما عليها التواسى. ولين قبلت لهم اللي الطريقه الاخرى عاد يقولها خاسره ومحاليه وتعود شفت المرابطون وبعض القنوات بعض مسؤولين ذاك الاتجاه يقولوا بصريح العباره انهم مبدا قاع التعديل انهم ضده سوى باي طريقه واحده. شنو الحق؟ يعطيك انت والله لا والله الحل انه روايه معدله طبقا للنظم المعمول بها يقول انه ضده ما خالق حق في ذلك ما خالق حق في ذلك. يا غير الديمقراطيه فعلا تعود انت تارك عندك اغلبيه تعدل للي ظاهر لك بحسب المهم فيه الشرط الوحيد هو الدستور المتفق مع الدستور واللي نتوفوا ونجينا عاقب ونحصل اغلبيه وننجح بالانتخابات ضدك ولا ضد الاتجاه اللي كنت فيه نعدل عكسه تماما يا غير المهم يعود متطابق مع الدستور. راني انا ذاك اللي ابقيت لكن سيدي نائب انتم تبسطوا الامور اذا كان مثلا التلاعب برموز بلد بهذه البساطه نعدل اليوم اللي نبقي باللي عندي اغلبيه شكليه في برلمان ونظام الجيوش يا غير اللي جيت الصبح تعدل هذا، الا تعتقد ان هذا لا 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 يعتبر تلاعب. احنا شوف احنا الدوله بصفه عامه كاع خلقت سابق دوله موريتانيا معناها فكره الدوله وتنظيمها وشقلتها والهيئات الدستوريه والديمقراطيه كامل وعدل في شمل البلدات وجرب قرون سابقه يعود فينا احنا واحنا مولي الحمد لله نارك فتره واحلين فيه ومحيطنا الافريقي والعربي شيء منه مولي له شيء واحد فيه. لا العدل ولا هذا اللي ينجبر في النصوص وتعدل الناس اللي تمارس الديمقراطيه هذا ما يعتبر تلاعب بالرموز. لا يعطيك مثال شوف هو التعديلات حاله باش ترى العكس ما احنا هو المكبر الطرف الاخر هو المكبر الامور عن قدها ودايرها بقالب ما هو قالبها واطار ما هو اطارها. لين نقول لك لماذا المجالس الدستوريه مثلا شنو الاعتراض اللي قد يقول حد ان فيه مشكله ضد مصلحه البلد لو عدلوا مجالس ما هي دستوريه مجالس جهويه شنو هو؟ عقب ذاك هي يقد قاع ماده ما تعدلها بالدستور، قد تعدلها بالماده 98 من هذا الدستور، تقول لك ان المجموعات المحليه قاع قد يعدلوا بقانون. فهمت؟ معناها انها فات وعدلت قاع، الدستور هو فيه شو؟ الماده 98 المجموعات الاقليميه هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون وهذه الصيغه. فهمتوا؟ معناها انها عقب ذاك العلم اللي شفنا سؤال معتبر من اهم التعديلات اللي تعدل. يعني انا ماني معتبر ديران له خط احمر انه تلاعب بالدستور بالرموز. تعرف لماذا؟ اولا هو احنا عالمنا حالا اخضر وفيه نجمه وهلال صفر، هذا لا يتم فهم لا يتم اخضر ولا يتم نجمه وهلال صفر. الطرف هي الاغلبيه هذه عندي انها تنشد قد تعود هي تعود طرف حق الى تلا حد يقزم من مستواها ودورها يعدل على الاقل طرف كي المعارضه من اطراف موريتانيا حق هذه الاغلبيه اللي هي يحق لها اللي تفسر بان الخط الاحمر انه تخليد للمقاومه وتخليد للي مات دفاعا عن موريتانيا سواء من جيش سواء مدنيين هو سواء الناس كامله انها تختار ترمز له بخط احمر ودير خط ثاني انك انت وانا وذاك وكل موريتاني مستعد ليضحي دون وطن الوطن وخط احمر ونستغل هذا رمز لين يفسر التفسير صالح ولا فيه شيء خاسر ولا فيه تلاعب بالرموز ها فهمتوا ويقد يجي واحد وطلع عقب ثاني باغلبيه بعد عامين ولا 10 ولا 5 ولا 16 ويقول انه زرورته الاخرين ما في مخطوطه لا يدير في مخطوطه صفر وانها ترمز للعلم ولا ترمز لكذا ها ما يخسر شيء ولا يعتبر تلاعب بالرموز. لكن سيد نايف نكمل فقط تفضل. اذا هو الفن بعد قاع يعني الرموز والرمزيه لا قضيه العلم وحدها. انا نبغيك انت تقول لي وراني شخصيا تعرفت اني نحترم العلم الموريتاني الحالي اكيد وترى انه ما تبدل اكيد نبغيك تقول لي شنو تفسير النجم والهلال الصفر والاخضر المراهم ما انا بعد ما نعرفه
ولاني عالم نص قانوني عندنا هون قط نكتب في الستينات ولا السبعينات ولا اي زمن يفسر الالوان شنو هما رمزيتهم الموريتاني شنو، وشنو الناس هون يقول لك انه الاسلام ماني قايل انه ذاك اللي به اللي رايت المسلمين في زمن الرسول كحلقه ها مالك سمعته معناها خال قاسم من الكلام ينقال هون شبه ما ينقال قد ينقال عنه بدون تجريح انه دعايه انه كلام دعايه ما في اي تلاعب بالرموز، الرموز لا يبدلوا بحسب القواعد الناص عليهم الدستور ان يسول الشعب عنهم، والمبدل منهم خطله يندار في العلم وتفسيره المعطي لورك اللي قلت لك، وهذا تفسير صالح ما فينا موريتاني قد يقول انه شيء عندهم المقاومه تخلد والله تعتبر ولا راوي انا عين اسمع شو الناس يقولوا بدل حد من يعدل هذا يعدل طرق الطريق ينقال لها شارع المقاومه ويعدل بنايه رمز المقاومه، هو قاعد قد يخلط هو تعداد الخط احمر العالم ما هو حاكم عن ذاك، قد حد يقول ديروا الخط الاحمر رمز لها غير من اللي يزيدوه بكذا ذاك ما هو خاسر، ويقول يقول تسميت عليها مطار ام تونسي ام اللي زايد خير وانه اذا لا نكمل اذا عني قلت لك ان المجالس الجهويه قلت لك انها قاعده تعدل بقانون ما هو عدلت قاعده بتعديل دستوري وجائزه ومسموح بها ولا بها لي العنق الدستور ولا شيء، تجميع ذوك الهيئات الاخرى اللي هم وسيط الجمهوريه وكليات انهم يعدوا فئه واحده غير عندها الادوار ما ظهر لي انه فيه تلاعب بالرموز. اذا ذا المبدا فكرتين هون ماني موافق عليهم. واحدا اذا تلاعب بالرموز ما يحق ما هو تلاعب بهم، والجهات اللي معدلته سامح لها النص اللي يحكم لها كاملين بانها تعدلوا، غير اللي سامح لحد ثاني عاقب ايش عاقبها عنده نظر ثاني يعدلوا لين يعود موافق للنص ويقبلوا له الشعب، هذا اللي ما فيش لو خاسر يعتبر تلاعب بالرموز، هاي فكره. الفكره الثانيه اللي ماني موافق عليها ان هذا يعتبر اذا ما يعتبر تلاعب، غير اللي ما يعتبر خرق للدستور ولا القوانين، انت ما تقدر تجي لجهه اعطيها القانون مرد يعدله سامح له بها القانون وتوقف انت هك وتقول له هذا خرق الدستور به اللي ما هو براني انا والله به اللي انا وانت ما تحاور الدستور ما هو ناصلي لنا نتحاور الدستور ناصلي لنا نقترحه وهون جهات تتوافق عليه منها البرلمان ومنها الشعب كلهم بحسب الطريقه. وشكرا. واضح. طب لكن حكايه المقاومه بدات تقريبا من سنتين فجاه سلطت الاضواء على المقاومه وتقليدها، واحنا قرانا عن المقاومه في كتب المدرسيه وكان في شوارع مسميه على بعض رموز المقاومه وكان كنا يعني نتغنى بها وهذا، حتى رئيس الجمهوريه لما سمى شارع هذا اللي يسمى الان شارع عزيز سماه شارع المقاومه، سئل عن اي مقاومه قال لا ليست مقاومه الاستعمار مقاومه الفساد، ما السر خلف هذه شوف انا راه لين شخصيا الاسرار والتاويلات ما هو قاع من الامور المجديه لا لنا احنا ولا للمشاهدين، انا نحكم بظواهر الامور وبالقرائن وبالوقائع، نعرف ان في اي بلد سواء كان موريتانيا سواء كان بلد ثاني سواء غربي وسواء من المشرق وسواء من افريقيا الناس كامله اللي متوافقه عليه بغض النظر عن خلافاتها السياسيه، وان كل مقاومه لاي احتلال والله اي استعمار انها متوافقه عليه. شوف عندك في الغرب الى ورك من الحرب العالميه الى وركات فرنسا هذه حذرك عند والد ما هو راسه هو قاعد يويله اللي المسؤوليه في القانون مسؤوليه فرديه تعرف انها لحد عند والد قاعد قطع متعاون مع الالمان والله قطع اعطاهم خبر والله سكت عنهم والله لم راسه عن مقاومتهم لا عنده مشكلة حالا في فرنسا إلى ذلك ما لك سالفه وحد كامل قاوم ذيك الساعة مقدس ساركاتي ومعدل انه شخصية مثلا فوق العادة في فرنسا ومسمين عليهم فعلا الشوارع والدور والكتب وكل شيء. يعني انت تشبه الموريتانيين اللي تعاونوا مع الاستعمار لا تعاونوا مع النازيين في فرنسا؟ لا ما ذاك هو دار نقول، دار نقول فقط ان التعامل مع اي احتلال والله اي استعمار في حالة فرنسا ما هو استعمار الا احتلال دولة متضايقة مع دولة، غير في حالتنا احنا حالة استعمار، أي حد قاوم ذاك تمجيده وإجلاله وإكباره ما يلا تعود موضوع خلاف. عقب ذاك خالق مبدأ في اللغة الفرنسية دور تعود تعرفه ما يقولوه الفرنسيين با ميو فو تار كي جامي معناها أحسن شيء معلوم ولو تعدلوا متوخرة خير من ما تعدلوا.
معناها الموريتانيين الى عاد اهتموا بالمقاومه حتى الامن اللي له عامين فجاه ما ظهر يلطي يلود له التفسير خافي يلا يلود الطبيعي اصلا لا الاهتمام به الى عاد كان خالق وسهات عنه الناس راهي رجعت له معلومه الى عاد ما كان خالق ممكن بدت ولا معلومه الى عاد متوخرت تم لا معلومه معناها هاي القضيه الصالحه اسوى انت وعدلت واسوى الطريقه لو عدلت بها تم لا معلومه ما يشيب المعلوم شيء معلوم الايجابي ما يشيبه انه عدل متوخر ولا معدله الاخ محمد لامه والله عمار والله زيد ذاك ما المهم كان الموضوع يتواسى وكانوا اللي هو تخليد المقاومه والدفاع عنها واجلالها ما يقد يعود عليه خلاف. واضح. طب الماده 38 اللي تكلمت عنها بعض القانونيين ذكروا انها ماده يعني عامه من يحكم عليها مقيده في الماده 99 حتى لوغورمو شبهها يعني من حق كل من يحمل رخصه مركبه ان يحرك اي مركبه يعني ان يحرك يعني ولكن قيدت هذه الحركه بنوع المركبه وبكذا يعني كبيرة. لا كل واحد يسوق دراجه يقبض رمرك شنو رايك؟ ولكن القياس ما هو صحيح صح لو قرمو استاذ قانون ويعرف القوانين ويعرف الدستور يغير شوف هذا المجال انا كي قلت لك قبل ما ظهر المشاهد ولا المواطن الموريتاني ولا نحن كبرلمانيين ولا ابطال حتى كاع الناس المثقفين كاملين يفيد لهم النقاش النظري الفني في دكتورين فلسفه القانون ومبادئ وذاك ظهر لي انه روايه لا طائله من ورائها. انا قلت لك بن 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 المبدا العقلي والمنطقي بالتحليل والاستدلال لجميع بلدان العالم المواد اللي في دستورهم تعود بعضها ياذن البرلمان بشيء وياذن السلطه التنفيذيه بشيء ويسمح يعني مره البرلمان يعرقل للسلطه التنفيذيه ويعني اللي يسمح للسلطه التنفيذيه بتعد تواصل برنامج متجاوزه فيه البرلمان. ها سمعت هذا ما واقعي ولا يقد له قرمو ولا خبير دستوري اخر هون في موريتانيا ولا بالخارج يجادل فيه. يا كان لو قرمو قابل بان المشرع في موريتانيا بدل من عدل العدل الفرنسيين والامريكيين على ماده وحدها اختري يدير ديك الماده العامه يعود الرئيس ما هو مقيد واختري يدير ديك الاخرى اللي فيها القيود شارك فيها البرلمان والرئيس وكلهم نهج كيف ذيك اللي عند امريكا وكيف ذيك اللي عند فرنسا هذا ما يقد لو قرمو يقول انه ما هو حق باللي بالمنطق ما قد حد ينفيه وانا ظاهر لي بنقع الموريتانيين كي قلت لك هون ماني قاد نفهم انهم يعود موجودين مواد في الدستور موجودين ارواقيش يقولوا بانها قد تطبق لي الماده 38 ويعود الناس الاخرى هم تقول لك ان خاسر تعدلها به اللي خالقين واحدين افتاوا بنتصح هذيك 99 و100 و101 هذا على الاقل حد قاع موضوعي ما هو من احنا الاغلبيه ولا من المعارضه ولا حد موضوعي على الاقل اللي يعود ما هم يقدر يقول هذو طريقتين كلهم قانونيه واللي كلهم افتوا بها قانونيين وبالتالي العدل واحده منهم ما عدل شيء خاص هذا لانه هو اللي الاخر كي قلت لك اكثر هو اغراض سياسيه به اللي انت شخصيا تعرف انها رواقيش بعضهم اللي دافع عن هذا قلت لك بالادله انه يعني يعود فتره من الزمن كان يدافع عن كاع البرلمان كامل يعود ما هو خالق في الاحرار انه يسول وان الدستور يعود ملي معطل ويعني كاع ملي يفتي كي تعرف فتوى ملي عقب ذاك الفتره تعود كاع تصويت المواطنين بلا فائده. واضح. طب هناك مثلا من يقول ان الاغلبيه لماذا؟ بالذهاب الى الاستفتاء وهي جريحه وفي اضعف حالتها. ما رايك انت؟ انا رايي ان الاغلبيه ما هي جريحه. ورايي ان الاغلبيه ما هي بضعف حالاتها. ولا هي ضعيفه صح تخالق شيء ماني ناكل وقار به ومعترف به يا غير ما نعتبره ضعف ولا نعتبره جرح ولا نعتبره عائق في مجموعه من شيوخ الاغلبيه صوتوا ضد هذا مشروع التعديل المقدمة السلطه التنفيذيه اللي تمثل الاغلبيه اللي هي الحكومه ها واضح ولا خالق حد جاحد يعني رغم اراده الحكومه والله ورئيس الجمهوريه والله هي رغم كامل واحد فهمتوا ورغم اراده
الأغلبية الساحقة للجمعية الوطنية. اسمع، ها ما هو مشروع الأغلبية الساحقة ما شاء الله إيه. تلقوها معناها بالسمع والطاعة. إيه ما هو السمع والطاعة، ولا هم اللي رفضوا قلت الطاعة لك، لا ما هو لا إلى الفرض، ما هي الفرض تنقال في البرلمان ولا تعني الغرف. هذا الدستور والقوانين كاملة الأخرى ونظمهم هم الداخلية كغرف اللي تعتبر قوانين عضوية مسامحة لكل فرد منهم كنائب والله شيخ بأنه يصوت بلا والله نعم والله الحياء والله يمتنع عن الطلاق مكفول كاملين القوانين ولا في أي مشكلة. غير إذا عدلت واحدة منهم ما يعتبر جرح عائق وضعف إضعاف الأغلبية، يعتبر الأغلبية قدمت شيء اعترض عليه جزء منها مهم وله الحق في اعتراض عليه، غير من اللي هي لها الحق ان تواصل مسارها وان جزء هذا اللي اعترض عليه ما يفسر ولا تقبل يفسر به اللي ما يحق باط انه عاد مضاد هي الاغلبيه وانه معامل الاخرى ما هي حق. وجهه نظر بعض منتخبين هذا البلد وذي الاغلبيه راوا انهم مشروع للتعديل بحكم العاطيهم القانون انهم ما يصوتوا عليه. هذا رواية طبيعية وعادية وتخلق ولا تعتبر جريمة ولا تعتبر ملي عائق الأغلبية، والله ما تعتبر ملي الأغلبية ضعفت ولا تتخالف. هل تعتقد مثلا أن إمكان الأغلبية باللي أن تعيد هؤلاء الشيوخ؟ نختارك تقول لي إلى بيت الطاعة، نختارك تقول لي بن مدرا كان 121 نائب من أصل 147 يلا تعود قوة لعدل الفهم اللي كلارك اللي يقول ورا ليش اللي ما نويتوا تقول عندك 121 قوة ما تقدر يوقف شي قدامها. ده ما هو المهم، المهم ما هو كان زغلوس هو هون سيدنا هو هون نحن ما نناقش الأعداد، لا احنا نناقش عمل مؤسسات بغض النظر عنها اذا كانت اعداد. الاول دار نقول لك الاول دار نقول لك ان ذيك غرفه اجازت أيوة. وذيك غرفه اعترضت عليه، مين هي المشكله اللي تجعل الاغلبيه عاد في ازمه ولا تقدر تعدل شيء ما عادت فيه؟ هذا النص مبوب اللي هو الدستور على ان واحده من الغرف تقدر تعرقل شيء جايبته الاغلبيه، ومبوب وملي على ان الرئيس والله الجهه المبادره في ذي الحاله الرئيس له الحق ملي في يؤخذ بطرق اخرى ويعدل بها اللي كانت الاغلبيه ما تعدل، وانه شرعي وانه ما فيه مشكله. هذا هو الواقع، ولا يالله ما يالله يخرج ملي عند الاطار به اللي هو الحق واضح. طيب هل انت يعني كنائب في البرلمان تعتقد انه على الاغلبيه يعني ان تعالج الموضوع بمحاوله لاعاده هؤلاء الشيوخ الى بيت الطاعه، وكيف يمكن اعادتهم؟ شوف هي قاع الاغلبيه ما عندها بيتين قالوا بيت الطاعه الالتزام مع مواقفها فوالا عندها يعني بيت مهما كان بيت بيت الاغلبيه نعم وايجابي فيه وتتواسى ولا فيه شيء. المشروع قدمته الاغلبيه انهم يوافقوا السلطه التنفيذيه الحكومه انهم يوافقوا عليه هو الطبيعي. غير ملي طبيعي انهم في الحالات الاستثنائيه النادره انهم مره ما يصوتوا عليه. قلت لك ان فرنسا اللي زرنا حكومه هولندا عدلتها 5 مرات واحنا هنا راينا عدل جزء منا عدلها مره. غير ماني قابل وراني على الاقل دوت تقابل لي بني بعد الشيوخ زملائنا عيار بعضهم واني نكتب عنهم في الاعلام نشوف منه شيء واني نرمي لي بعض الزملاء اللي باصحابهم من الشيوخ ما ريت حد منهم ولا قال لي حد منهم قال انه مارق الاغلبيه والله مارق الحزب اللي هو فيه من احزاب الاغلبيه والله عنده معاه مشكله. فهمت؟ ها ما ريته. اللي حصل هو فقط انهم صوتوا ضد مشروع قانون، وانا قلت لك المشروع قانون البنوك مازال درك ما قد صوتوا على طراو فيه الشيوخ عرقله وطراو النواب ملي تعديله اخر وعرقله وكانت معادله لجنه مشتركه وعقبت ما توفاتوا. معناها هذا لا يعتبر خروج عن الاغلبيه ولا مطلوب ملي مرد الشيوخ الاغلبيه به ما مرقوه. طيب لكن في الاستفتاء ما الذي يضمن ان يقف الشيوخ يعني المتمردون او من استعملوا حقهم بالتصويت بلا ان يقفوا الى جانب الاستفتاء ويستجموا مع الاغلبيه؟ شوف وهلين قاع الحديث عن موقف حد ما هو قاع برلماني ما هو شيخ ولا نائب ما فات عدله والله ما فات باح ما هو وارد بالنسبه لي، وانا من نفسي ماني عاطي راسي حق اني نقول ان الشيوخ لا يواس والله ما يواس. وانا اللي نقول اني الى حد الان اللي حاكم به من هاو الشيوخ اغلبيتهم الساحقه من الاغلبيه من حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه ال 41
ايه الاغلبيه الساحقه من ذيك ايوه 54 اللي فهم ولا 56 بقى 56 بغياب ذوك، هذه اغلبيتهم الساحقه لا بين الحزب الجمهوري ولا الاغلبيه، وفيهم من احزاب المعارضه المحاوره، ومبدئيا واثق انهم كاملين يدوروا يعاونوا في الاستيتاء ويدوروا يعدلوا، كي لا يعدلوا النواب، كي لا يتعدل الحكومه، كي لا يعدلوا احزاب المعارضه المحاورين، ها هو المبدئي وهو المنطقي. ها مالك سمعتوا الاخر ينقال الله في وقته، لين يجي حد من الشيوخ ولا حد من النواب ويقول انه الاستفتاء ما هو قابل ويصرح به، يلا حد يقبلها بعين الاعتبار. يعني لحد الان بالنسبه لذيك الاغلبيه التصويت في الغرفه يختلف عن قضيه الاستفتاء، باللي كي قلت لك هذه 33 صوتت فهم ما في حد بعد حد منطقي وموضوعي قد يقول لك انه يعرف كل واحد من السبب الجر اللي صوت لك التصويت، ما يقد. وبالتالي يدور تعود اسباب مختلفه ويدور يعود شيء منها زال عند البعض وشيء منها ما فات زال وشيء منها قاعد يعود زال يوم الزرق، ذاك ما يلا حد يدخل فيه بين ما يعرف. بالنسبه للوضع الحالي للشعب الموريتاني، هل تعتقد مثلا انه يناسب طرح عليه قضيه مثل هذه غير ملحه وغير وهو لديه الكثير من القضايا والمشاكل اللي يتوقع حلها من السلطه التنفيذيه ومن الحكومه ومن الاغلبيه حتى؟ من رايك كان تعديل دستوري حاكم الحكومه والله الدوله والله يجي حاكمها عن تعدل ذاك اللي مهم عند الشعب ما هو حاكمها عن اللي هو ذي الحاله ذاك اللي عادت قدام مجرد استفتاء ما ظهر لي تنظيم استفتاء يقد يحكم حكومه ودوله عن مهامها الاخرى المنوطه به، ولو كان لا يحكمهم ما يعدل قاع. الاولويه الاولويات نسبيه، وعادة في كل بلد اللي متوافق عليه الناس بان اللي الله ينفذ برنامج الاغلبيه الحاكمه. وبالتالي ذاك اللي فيه واللي اقترحت هو الاولويه بالنسبه لذاك البلد. راهو عند المعارض حق ينتقدوا ويقولوا انه ما كان هو الاولويه واللي يرى الاغلبيه عقب يحكم ويعدل الاولويات اللي كان هو معتبر. يعني نسمع شو من يقول عندهم مشكله الاسعار والتعليم والصحه. من السيد محمد كان تنظيم استفتاء والله تعديل دستوري حاكم وزير التعليم يعني عدل شغلة التعليم، والله حاكم وزير الصحة يعني عدل شغلته، والله حاكم وزير المياه يعني عدل عمله، والله حاكم والي النعمة يعني عدل عمله، ما هو حاكمه أنا. هذه مهمة مبوب عليها القانون والدستور أن الدول ينظموا استفتاءات ويعدلوا مؤتمرات برلمانية لعدم منظمين استفتاءات ويعدلوا عمل تشريعي دائم في الدورات البرلمانية، ولو حاكم الدولة عن تعدل الأولويات ولا عن المهام المنوطة به. إذا هذا ما ظهر لي حجة، غير قاعد ظهر لي السؤال هو اللي قد يعود. من رأيي كان قل التعديل تعديل دستوري مسوية المشاكل الدولة اللي كانت عندها ما هي مسويتها. من رأيي كانت التعديلات الدستورية تقد تعود تخدم قضية تقد تعود تخدم قبال مصلحة المواطن ولا تقد تعود مرتبطة بها بإعادة تنظيم الهيئات الدستورية وتسريع عملها يخدم المواطن بإعادة خلق اتفاقية الاقتصاد ولا التجارة مع مدة لأي يستفاد منها الشعب الموريتاني، لأن تتأخر شهرين الله لا ما هي في صالح المواطن، أنت تعجل أسبوعين تعدل في صالح المواطن. إذا يعني هذا كلام يقولوا شيء من الناس غير كي قلت لك اشبه حد يحمله لانه دعايه. المجالس الجهويه سوى لا يقولوا ورقيش ما خالق مد مجلس جهوي مسؤول عن تنميه ولايه والله اجزاء من ولايات قران ما هو لا يعود منطقيا اكثر فعاليه واكثر امكانيه عليه تنفيذ البرامج من وزاره على المستوى المركزي اللي بطيت حاله راهم ولا يعود منفصل عنها صح. لا تعود تتم لا دوله مركزيه. واضح. طب لكن يعني بمقارنه الواقع يعني دوله تسرح العمال توفيرا لمصاريفهم البسيطه وقطعا لارزاقهم التي تتاثر بها اسرهم، وكما قال رئيس الجمهوريه ان بعض المدراء يوظفوا ابناء عمهم وقبائلهم، دوله تقطع منح طلابها في الخارج، دوله تتظاهر فيها الناس في الداخل طلبا لشربه ماء وهي على وشك ان ترمي 20 مليار او 10 مليارات او 5 مليارات خمسة. و6 مليارات في شيء ليس ملحا وليس ضروريا وعاش دون 60 70 سنه، يعني كيف يقرا هذا التناقض الصارخ؟ 5 مليارات 6 مليارات قالوا، ولكن تغيير العلم يمكن 10 مليارات وتغيير النشيد يعني الطبله وزمره حنعطي لها كم مليار؟ لا هذا كيف هو اللي تعود تبقي تقبل نهج يعود
الاسماء ما يدل على المسميات والافكار والله ما ديري فيها معاني ما هي معانيها، لكن قد حد كل شيء يقول ما لا مثلا حدث ولا حرج. الدول اللي غنيه ومتطوره تكنولوجيا واقتصاديا وفي اوروبا الزمن كامل تسمع كل مره شركه اضطرت لانها تسرح بعض عمالها بدها ما تغنى عليه في امريكا وفرنسا وجميع دول العرب وفي الدول الغنيه الاخرى. هذا مو برهان على انها فالسه وعلى ما عندها شيء، ولا قطع حكمها على تم تعدل التعديلات الدستوريه وتعدل مهام الدوله كامله اللي منوطه بها. اذا من حيث المبدا تسريح عامل والله 10 عمال والله 50 عامل والله 100 عامل في الشركه لظروف ذيك الشركه ما 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 هو برهان ولا يقدعوا برهان ولا يقدعوا دليل على ان يلا الدوله تترك مهامها الاخرى اللي تشغل ذوك العمال سرحتهم ذيك الشركه. ها ما هو خالق في دوله من العالم. وقلت لك ما نبقي درك انت انا وانت نبحثوا اسامي الشرايك في فرنسا العاقب لهم يسرحوا بعض عمالهم بهم ظروفهم الاقتصاديه والله الماليه اللي هي الشركه غير ما هو دوله فرنسا والله البنك وكيف الولايات المتحده الامريكيه تعود وكيف في اسبانيا في الفترات التاليه كامله وايطاليا ومثلا قال لهم كان في المجال المانيا هي قال لهم كانت تسريع لهم. اذا هذا ما ظهر لي انه دليل على اللي كنتوا تقولوا و5 مليارات هذه بعد الاغلبيه ساعات قاع في انه يوخى عن طريق مؤتمر برلماني ولا مكلفه 5 مليارات غير ملي هو قاع الامكانات الماديه مديوره لصرفها على ذاك اللي مشروع وذاك اللي يلا يعدل مرده كامله يلا تعدل وعاد بتكاليف فهذا طبيعي ما في مشكله. وخمس مليارات لا تنصرف على استفتاء لا يقول فيه الشعب الموريتاني بانه ما افق على هذه التعديلات والله على انه رافضها ظهر لنا الروايه تتواسع. واحنا ملي هون كنا الان عندنا الاستفتاءات ما قدرنا نقول ان احنا 2006 عندنا استفتاء و2000 و 1991 عندنا استفتاء ولا 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 عاد فيه مشكله لكن انصرف فيه صحيح. لكن انت سيدنا كنائب عن مقاطعه كونكوسا اذا كان الامر بيدك مثلا وكان نصيب المقاطعه الدعايه لهذا التعديلات الدستوريه والتغييرات والماده 38 مثلا 100 مليون او 200 مليون يعني لا توجد اولويه مثلا للمقاطعه لانفاق هذه مدرسه مثلا مستشفى جلب اخصائيين رعايه يعني تنظيف بحيره كونكوسا اللي كان يكتب عنها الكثير يعني اولويات بالنسبه لك؟ لا نقولوا لك اولا هم كاع النواب ينتخبوا في دوائر غير بعد الفهم تاعي تسمع عند الناس ان الواحد انه نائب عن دائره ومكلف الا بالدائره ما هو حق النائب دور ودور التشريع صحيح لكن انت كنائب عن مقاطعه معينه لا نكمل لا نكمل معناها انه ما يلا يعود شاطن ولا المقاطعه وحدها اللي هو من مهمه مقاطعه من البلد هو دور شرع القوانين اللي تطبق على جميع مقاطعات موريتانيا والله يراقب عمل الحكومه وضع يراقب عمل الحكومه المطبق على موريتانيا كامله يا غير كاع انا مجهود التنميه اللي يعد درك ولا يعد العقب درك وكان كو صدرت راه منه قرأ تاكيد مقاطعات الاخرين ولا قد يعدل شيء مخصص لها هي وكاع ملايير الاستفتاء الدستوري ما هم مخصصين قراء للمقاطعات هل فيها مستشفى؟ هل في كوسا مستشفى؟ فيها مستوصف والله لكن مقاطعه مستوصف بكم طبيب وكم بو عدد الاطباء ماني ضابطه بالمعقول يسوى الان هل تحتاج تحتاج الى تطوير الا شوف الا كيف اللي في قرو وكيف اللي في كوبا نيوجيغني والزويرات وفرنسا الاسابيع الماضيه كان فيهم نقاش تعود سمعته في الاعلام على عدد الممرضات في الطب انه اقل من حالته وانهم منهكات وانهم اللي ما راهم العلاوات اللي يلا طرح مشكله ويلا يجبر تطوير الطب والتعليم والقطاعات الاجتماعيه سولوا عدل دور تم لا خاصهم شيء ويدور يتم ولا يحسن ويدور يتم ولا فاصل طب بعض النواب قاموا بمسيرات تأييديه في مقاطعاتهم للتعديلات الدستوريه، هل قمت بهذه المسيرات ولماذا لم تقم بها؟ لا ما قمت بها غير شوف هو
احنا الاغلبيه والمعارضه الاخرين والناس كامله كل هيك بدي يعدل مجهود في مجال معين، يعدلوا الاخر والله ما يعدلوا والله ما يحاولوا. فعلا انا شفت زميلنا في جوجه تشارك في تظاهره صح البن دعم به النائب محمد اليوم البنا، دعم به فكره التعديلات الدستوريه، هو مواطنين جوجه ومع ياسر منا. احنا ما عدلناها في كونكوسه، ما معناها انها ما تواسى ولا معناها انها يمثل نمط اللي يتواسى. هذا احنا مقبلين على مرحله فيها تعديلات دستوريه لا تعدل ودور تعود فيها حمل لها، وكل حد منا يدور يرى فرصه يعدل، لكن اللي ظاهر له انه اجدر واجود واكثر فعاليه، وهو اللي في المجال سواء كان الكلام او الفعل الناس تختلف فيه بحسب اختلاف، ما قد نقول لك انه اختلاف الافراد هذا في البصمات الاصابع به اللي ذاك لا يعود ياسر غير بعد مولي كلها يعدل، ذاك اللي الله يعدل بحسب المنطقه اللي عنده وبحسب ظروفه وبحسب ظروف الجهه اللي الله يعدل فيها وبحسب الوقت ذاك كان. وهم بعد عدلوا مضبوط وراهم فتحوا الحمد لله الباب مولي للناس، ما يبقى عاد الشكاك لو تشافوا دار عدل يقد يحاول غير قاع مضى للناس يلا تعدل الامور من باب الحمار. طب يلا كلها يعدل ذاك اللي قايل انه فعال وهو اللي يتواسى وانه يضمن مولي النتيجه. طب في الاستفتاء، وهذا سؤال سابق لاوانه طبعا ولكن نطرحه، في الاستفتاء هل تعتقد ان مقاطعتكم اللي هي مقاطعه كنكوصه ستصوت بأغلبية او بنعم؟ اغلب مواطن كنكوصه وندورنا طلبه كلينيوفا الاستفتاء الجابر اغلب سكان كنكوصه يدور يصوتوا باكثريه ساحقه نعم للتعديلات الدستوريه. طب وقت البرنامج انتهى، اذا كان عندكم كلمه اخيره. لا لا ما عندي اي كلمه اخرى، شاكرك وشاكر القناه ومهم عندي دور القنوات التلفزيونيه اللي مثلكم في هذا المجال. نختار فقط نقول في الخلاصه اللي كي قلت لك في البدايه ما زين عندي عدوه الموريتاني بعضهم يختار يقول انه الشعار حق عاطيه الدستور الجهه الدستوريه سوشيال هي انهم يوقفوا ضده وانه ما يتواسى وانه جار مشكله لموريتانيا في الوقت الماضي وجار لها، ولا نبقي بصيبه خاصه احزاب موريتانيا ايا كان موقفهم السياسي يعود يقد يدعو التدخل الاجنبي والله قضايانا الداخليه به اللي محاليه في الجميع ومحاليه في الوطن، ولا عندها مبرر وحد عدلها ما تقدم اللي يعول على اصوات الموريتانيين هون. واضح. طب مشاهدي الكرام، طبعا انتهى وقت البرنامج، باسمكم اشكر ضيفي الاستاذ فضيلة الأستاذ مرابط البناهي نائب في البرلمان عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا.